بفضل الله وكرم من الله المؤسسة بقى لها دور في الشارع المصري وفي خدمة المواطن، وبتشيل عبء عن الدولة في خدمة المواطن. بفضل الله وسبحان الله أنشأنا أول مركز تعليم خياطة مجانا موجود عندنا هوري حضرتك، ربنا كرم وأنشأنا مستوصف خيري مجانا، عندنا أول مطبخ خيري في محافظة الأيوبية ده مجانا، وحضرتك شايف الاعداد قد ايه. وبفضل الله وكرم من الله انشأ ربنا ثم المؤسسه انشات اول مطبخ خيري في محافظه اسوان بقياده الاستاذ عبد الفتاح مرجان في اسوان. الفكره دي جت لنا اللي هي انشاء المطبخ جت لنا في اول كورونا اللي هي في شهر رجب تقريبا، في اخر قبل رمضان جات لنا، وكنا بنعمل وجبات بسيطه، فبعدين ربنا كرمنا والفكره فضلت تكبر، ندي كورونا يعني بدانا دخل رمضان وبدانا ندي لكل اللي هو محتاج، ارامل، ايتام، مطلقات، كبار سن، كورونا، حالات انسانيه، عابر سبيل. الناس اللي بتدينا بتقول لك اكل اي حد، اي حد يجي لك. اول حاجه طبيعه المطبخ شغال، بندي كورونا تمام، اول حاجه. تاني حاجه بندي الايتام، الارامل والمطلقات والحالات الانسانيه وكبار السن. حضرتك في شاب دلوقتي واقف ورايا اهوت، ده جاي ياخد لحاله من ضمن الحالات اللي موجوده في القلق، راجل كفيف جاي ياخد له يوميا تمام، جاي ياخد له. عندنا دلوقتي هتشوف تجاتك، وعندنا ناس بتيجي من اماكن تانية بتيجي تاخد ليهم. بسم الله اتفضلوا حضراتكم، عندنا خير شايفين، عندنا خير بسم الله ما شاء الله، الناس الحمد لله بتدعم وبتجيب وبتقول خد. ليه المكان ده سخن؟ بس برضك انا يعني ليه عامل عندي احتياطي؟ ليه؟ ان ممكن تيجي حالات زي بيت ولع، حصل حاجه على طول بناخد ونروح نودي تمام. عندنا ربنا يبارك لهم يا رب فاعلين الخير، شايفين جنبنا عندنا لحوم برضه صح؟ خش شايف حضرتك بسم الله ما شاء الله، شايف كل ده من فاعلين خير، كل ده من اهل الخير، كل ده اي حاجه هنا كلها خير. انا مش ده بيتي بس، والله العظيم انا ما دافع ولا جنيه كويس. كل ده من اهل الخير شايفه من جميع انحاء مصر، ده بيثبت ان مصر بخير واهل مصر بخير وشعب مصر بخير. عايز اقول لك انا عندي اكل يكفي شهرين كمان والله بفضل الله ثم اهل الخير. التوابل والبهارات اللي هنا والله من الغالي، والله من الغالي، يعني حاجه جميله جدا.